كتدوش في داكشي ديالها هكا كدير العمل ديالها بناء على الضوابط ديالها والقرار ديالها نحترمه. ما ندخلوش في هذا لو ديتاي لان دوك الناس ما غايجيوش غايديروا قرار هكا. ناس محترفين عندهم تجربه كبيره داروا قرار حنا خصنا نحترموه. ولا الواحد كيف كنقول دائما فاش كيدير الخطا خصو يعتذر ماشي يتكبر عليه ولا يبغي يعلم كيف كنقولوا. بالعكس حنا كمازال كنتعلموا كل نهار واحد كيتعلم كل نهار واحد كياخد شي حاجه في الحياه ديالو انه تخليه مره اخرى ما يطيحش في نفس المشكل اللي طاح فيه. دار الخطا كنطلبوا الاعتذار وغنتعلموا من الاخطاء ديالنا باش مره اخرى ان شاء الله ما نديروهاش. واش ما كتشوفش ان الاعتذار ديالك ما كانش مقبول؟ واه انا على حسب بزاف ديال الناس اللي كنعرفهم الاعتذار كنظن بانه الواحد فاش كيعتذر كنظن بانه دار اللي عليه. تقبلوا ما تقبلوش هذيك الساعه كترجع للناس، ولكن على حسب من لونطوغاج وعلى حسب الناس كنظن بان الاعتذار عمره ما كيكون غير مقبول امبوسيبل. بالعكس الاعتذار فهو الواحد فاش كيعترف بالغلط ديالو فحد ذاته الانسان اللي معاك ولا اللي كيشوف فيك فاش كيشوف انك اعتذرتي ليه فهو تا هو خصو يقبل الاعتذار ديالك، لان حنا ما درناش شي حاجه اللي ما كيناش ولا درنا شي حاجه اللي لا تقبل الاعتذار. لا بالعكس الناس كانت واحد ردة الفعل اعتذرنا عليها خلينا عليها عقاب كنحتارمو الناس اللي خرجوا العقاب. حنا حنا خصنا نتعلموا من الاخطاء ديالنا.